مساكم الله بالخير ويا مرحبا فيكم في حلقه جديده من برنامج الراي. مساك الله بالخير لولو. مساك الله بالنور والخير والسرور. يا مرحبا فيك لولو. سمعتي عن اللي صار في امريكا؟ ايش صار في واحد من المطارات وفي الطيارات؟ كان ذاك ان شاء الله اللي تحبوه. بالضبط، هذه الحادثه يا لولو حادثه غريبه ومؤلمه صارت في احد الطيارات التابعه لاحد شركات الطيران الامريكيه. هي عباره عن انزال راكب بطريقه غير انسانيه. كلنا نشوف شلون المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان واللي عددها بالعشرات إذا مو بالمئات، شلون هذه المنظمات تستنفر والثور إذا كان في لغط أو حادث في أي دولة عربية، وخصوصا يا لولو إذا كانت خليجية. لكن إذا كان هذا الحدث في دولة أوروبية أو ولاية من الولايات الأمريكية يمر هالموضوع سلام سلام، ولا شنا صاير شيء، ولا نشوف ردة فعل ولا تصريح ولا إشارة لو بالغلط مني أو منك. لكن تعال لو كان هذا الموضوع في دولة عربية أو دولة من الخليج العربي أو في البحرين بالتحديد، حتى لو سيارة تنشمخ يا لولو من اللي محسوبين على المعارضة بالثور ثايرتهم وبيقومون وبيتحجون ولا بيخلون ولا بيبقون في أحد، وبيتهمون البحرين وبيتهمون كل الناس. في أمريكا صار موضوع انهان في إنسان وانسحل سحل قدام الناس، ولا في منظمة تكلمت ولا في جهة استنكرت، لا وفوق ذي كله رجعوا الشخص اللي انهان وردوا وخذوا واحد ثاني وسحبوه يا لولو بعد قدام الناس. خلينا نطلع الفيديو عشان ونتابع. بالضبط، خلينا نشوف. أحب أبشرك، ترى الموضوع ما سكتت عن المنظمات طبعا لأن في أمريكا مو عندنا، لكن الموضوع خذ أبعاد ثانية. خلني أقول لك عن هالموضوع اللي صار، أن فعلا هذه الشركة شركة الطيران خسرت بالملايين، وتقريبا خسرت قرابة ما 600 مليون من أسهمها بسبب هذا الحادث. تدري ليش؟ ليش؟ لأن هذا الراكب أو الصين بالضبط أعلنت مقاطعة شركة الطيران الأمريكية، وهو اللي خلى الشركة تعتذر حق الصين. هذه الحادثة تأكد لنا أن الدول والشركات الكبرى ما تركع إلا لما تشعر بالخطر المادي، أو إذا حست أن مصالحها راح تخسرها. عشان كذي الصينيين عرفوا شلون يتعاملون مع هذه الحادثة بعد أن تم إهانة مواطن صيني على متن الطائرة الأمريكية. المهم، حادثة شركة الطيران الأمريكية مع الصين ذكرتنا موقف الراحل الملك فيصل بن عبد العزيز الله يرحمه يوم قطع البترول عن أمريكا. من هني كان لابد أن إحنا كدول عربية أن نتعلم من هذا الدرس. والسؤال يبقى، هل استفادة الشعوب والدول من قطرسة بعض الدول الكبرى وسعيها لفرض هيمنتها بالقوة أو من خلال تحريك بعض الجماعات داخل الدول حق يحدثون نوع من الاضطرابات وعدم الاستقرار في دولنا يا فواز؟ أيوة والله، يا ريت نتعلم من هذه الدروس. إن شاء الله يا ربي نتعلم. خلنا نطالع الإعلان أو خلنا نطالع العناوين ونرجع معاكم. كلنا تابعنا الخبر اللي نشر في صحف اليوم عن توقيع وزارة شؤون الإعلام وصندوق العمل تمكين اتفاقية تعاون ما بين الجهتين لتدريب 100 شاب وفتاة من البحرينيين طبعا من خريجي الجامعات الوطنية في مجال الإعلام. يعتبر هذا التوقيع من المبادرات اللي كنا كإعلاميين نطمح أن تتم بأسرع وقت ممكن، لأنها راح تفتح المجال الكثير من الأكاديميين للدخول في العمل الإعلامي عمليا وبشكل احترافي، يهيئ الشباب لخدمة الوطن في هذا المجال. وبحسب ما فهمنا أن التعاون ما بين وزارة الإعلام وتمكين راح يكون لجانبين،
تدريب 100 شاب من الجنسين طبعا من خريجي الجامعات الوطنية في المجال الإعلامي، وتوظيف ما بين 20 إلى 40% من المتدربين والمؤهلين في وزارة شؤون الإعلام وشركات الإعلام والإنتاج الفني الخاصة. عشان نتعرف أكثر عن أهداف هذه الاتفاقية وآلية تطبيقها، معنا على الخط الهاتفي الأستاذ عبد الله أبو حجي، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة شؤون الإعلام. مساك الله بالخير أستاذ عبد الله. مساك الله بالنور الشيخ. يا مرحبا فيك. سعداء جدا بسماع هذا الخبر وبقراءة هذا الخبر تحديدا. لو تخبرنا عن الأهداف المرجوة من التدريب وشلون راح تتم عملية التسجيل والقبول. طبعا في البداية مساكم الخير أخوي فواز. يا مرحبا. الموضوع أو البرنامج اللي هو الإعلامي المحترف هو واحد من مشاريع المشروع الوطني للتدريب والتطوير قطاع الإعلام والاتصال. صحيح. طبعا ما نتكلم فقط عن وزارة الإعلام، نتكلم عن القطاع بشكل عام. حكومي أو قطاع الخاص. طبعا البرنامج بدايته مثل ما انت قلت وضحت انه هو في تعاون بيني وبين صندوق العمل اللي هو تمكين. تم توقيع الاتفاقية فيما يخص التدريب او عمل برنامج تدريبي للإعلام المحترف. طبعا الإعلام المحترف هو جزء من المشروع الوطني اللي هو بدايته وبكورته كانت تطوير قطاع التلفزيوني في وزارة الإعلام، منظومة البث واستديوهات الجديدة واطلاق الهوية الجديدة للبرامج التلفزيونية. أنا ما أعتقد هو من هو برنامج راي أحد هذه بداية التطوير، أحد مواليد هذا التطوير. نعم نعم. بالإضافة طبعا عندنا إنشاء مركز الاتصال الوطني، فجاي البرنامج الثالث اللي هو برنامج تدريبي اللي راح ينطلق إن شاء الله بعد فترة من الزمن، يمكن إن شاء الله يعني خلال شهر قاعد يشتغلون عليه الجماعة فيما يخص موضوع التسجيل وإعداد البرنامج. البرنامج مثل ما قلنا يمكن اللي سمعناه لحد الآن ننتظر الإخوان في لجنة شكلت أساس إدارة المشروع. تم إعلان أنه بيكون في تسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني. صحيح. أو جميع مواقع الإلكترونية تابع الوزارة، منها موقع الوزارة وموقع تلفزيون البحرين بالإضافة إلى موقع بنا وكالة أنباء البحرين. جميل. بالإضافة عن طريق بعد موضوع مواقع التواصل الاجتماعي اللي تابع الحسابات تابع الوزارة. هذه طريقة التسجيل بيكون مفتوح حق مثل ما قلنا الجنسين ذكور إناث يكونون بحريني أو بحرينية من الكوادر اللي راغبة أن تطلع في مجال الإعلام، ما نقصرها أو نقتصرها فقط على خريجين الإعلام والعلاقات العامة. أي حتى تخصص ثاني لأرغب أنه يدخل في مجال الإعلام فالباب مفتوح للجميع للتسجيل. صحيح. في هذا الجانب بالتحديد أنت ذكرتنا ما راح يكون فقط من الخريجين في المجال الإعلامي، أيضا بالنسبة للي يعملون في القطاع الحكومي أيضا لهم نصيب وهم في المجال الإعلامي ويمتلكون شهادات في المجال الإعلامي تحديدا. هو التركيز في البداية على العناصر الشابة الخريجة حديثا أو على وشك التخرج. نعم. الفصل الأخير أو السنة الأخيرة. صحيح. الفكرة من أن نهيئهم حق سوق العمل، أنهم يدخلون مجال الإعلام عندهم شهادة احترافية تكون موجودة تساعدهم على موضوع التوظيف. فالهدف الأساسي هو الشباب اللي لحد الآن لم يتوظف، يا هو تو خريج حديث أو على وشك التخرج من بالضبط الدراسة. بالضبط. لو بنتكلم عن المراحل يعني عملية التدريب والتخصصات اللي راح يشمل هذا التدريب. المراحل سلمك الله يمكن هو يتقسم إلى البرنامج إلى ثلاث مراحل. في مرحلة أولى طبعا بيكون التسجيل مثل ما قلنا عن طريق المواقع الإلكترونية التابعة للوزارة. بعدها راح يعني تنفرز جميع المترشحين أو المتقدمين لذي البرنامج، ومن ثم سلمك الله راح بعد الفرز راح يدخلون في دورة تدريبية مدة أسبوعين. جميل. هاي الدورة التدريبية تعطيهم أساسيات فنون الإدارة الإعلامية. حلو. إذا بنسميها هالمسمى لفترة الأسبوعين. ممتاز. ومن ثم يروحون ينتقلون إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي يكون فيها موضوع التدريب العملي بالإضافة إلى النظري أو الفني خلينا نقول أكثر دقة. هاي المجموعة راح تنقسم إلى قسمين، ناس تدخل في موضوع التدريب في المهارات الإدارة الإعلامية، وفي ناس بيدخلون في مجموعة أخرى بتدخل في مهارات الفنية في مجال الإعلام. جميل. هاي طبعا بتمتد لمدة تقريبا 3 شهور المرحلة الثانية. جميل. وبعدين المرحلة الثالثة اللي راح تتخذ تقريبا 6 شهور، هذه المرحلة بيكون في تطبيق عملي اللي درسوه وتعلموه خلال فترة المرحلة الثانية. في المرحلة الثالثة بتكون مدة 6 شهور برنامج تدريبي عملي يشتغلون في وزارة الإعلام.
خلال 6 شهور راح يطبقون كل اللي ما تعلموه في الفترة السابقة، ومثل ما قلت وفي هدف ان احنا يعني يتم توظيف من 20 الى 40% من الناس اللي خلت هذه البرنامج التدريبي يا في وزارة الإعلام او في قطاع الإعلام الخاص جميل جميل، شركات الإنتاج. خاصة أن في مجال نظري وفي مجال عملي وتطبيق اللي درسوه. الجزء بالضبط. الثاني من هذه التعاون ما بين الإعلام ومع تمكين يختصب توظيف المتدربين المؤهلين، وأنت ذكرت من 20 إلى 40%. نعم. ولكن هذا الجانب من التوظيف راح يدخل في نطاق المتدربين 100 متدرب طبعا، الموظفين بشكل مؤقت وبعقود في الإعلام هل يشملهم هذا الجانب؟ انت قاعد تتكلم عن موظفين في ذي الحاله اللي هم متعاونين او متعاقدين مع وزاره الاعلام، احنا هني مستهدفينهم مثل ما قلنا نرجع اللي هم الخريجين حديثين التخرج او انهاء البرنامج بكريوس كان في يعني قطاع الاعلام او في اي قطاع اخر. صحيح. فهي هل الشريحه المستهدفه في ذي المستهدفه حالين. نعم. يعطيك العافيه الاستاذ عبد الله ابو حجي مدير ويا. اداره شكور. العلاقات العامه بوزاره شؤون الاعلام، شكرا جزيلا لك. أحلى الأخبار أنك تسمع عن إنجاز بحريني يتحقق على يد عيال البحرين، واللي فعلاً يونس أكثر إذا كان هذا الإنجاز عالمي وفي مجال الطب، مثل الخبر اللي قريناه اليوم في حصول أطباء البحرين على 4 جوائز متخصصة، وتصدروا المراكز الأولى في مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر دبي ديرما، واللي يعد من أكبر تجمعات الطبية للأمراض الجلدية في الشرق الأوسط. الدكتورة فاطمة خمدن من قسم الأمراض الجلدية بمجمع السلمانية الطبي حصلت على الجائزة الأولى في أفضل حالة متقدمة من ضمن بحوث مقدمة من ضمن 26 حالة عالمية بين بريطانيا والنيبال والفلبين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. أما الدكتورة زينب المصلي حصلت على الجائزة الأولى في مسابقة عالم الأنسجة، وتمكن كل من دكتور حسن أنور خلف ودكتورة فاطمة خمدن من الحصول على الجائزتين الثاني مكرر في امتحان البورد التجريبي للأطباء المقيمين. طبعا هذا الإنجاز الدولي يعتبر مصدر فخر واعتزاز لمملكة البحرين، واللي أكيد يضيف إلى رصيد الإنجازات المشرفة اللي حققتها الكوادر الطبية الوطنية المتخصصة في العديد من المحافل الطبية. وعشان نوقف أكثر عند هذا التكريم، معنا على الخط الدكتورة زينب المصلي، طبيب مقيم أول في قسم الأمراض الجلدية بمجمع السلمانية الطبي والحاصلة على الجائزة الأولى في مسابقة علم الأنسجة. مساء الخير. مساء الخير. أولا أحب أبارك لكم هذا الإنجاز الوطني اللي فعلا نفتخر فيه وتفتخر فيه كل مملكة البحرين. دكتورة لو تكلمينا عن هذا المؤتمر وطبيعة مشاركتكم فيه. شكرا جزيلا. أول شيء حبيت أشكر تلفزيون البحرين وبالتحديد برنامج الراي على إتاحة هاي الفرصة عشان نسلط الضوء على حصول 3 من أطباء مملكة البحرين على جوائز عالمية في مجال الأمراض الجلدية. وفي البداية حبيت أنتهز هاي الفرصة وأهدي هذا الإنجاز لجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وإلى سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى وزيرة الصحة وجميع منتسبي وزارة الصحة. بداية طبعا مثل ما ذكرتم في المقدمة نحن شاركنا في مؤتمر ومعرض دبي العالمي للأمراض الجلدية والليزر دبي ديرما، اللي يعتبر من أكبر التجمعات الطبية للأمراض الجلدية في الشرق الأوسط. شاركنا بدعم وتشجيع من دكتورة مريم باقي رئيسة قسم التدريب بوحدة الأمراض الجلدية في مجمع السلمانية الطبي بثلاث مسابقات. الأولى كانت عبارة عن امتحان البورد التجريبي اللي فاز فيه كل من زملائي الدكتور حسن خلف والدكتورة فاطمة خمدان بالمركز الثاني المكرر، والمسابقة الثانية هي مسابقة امتحان علم الأنسجة اللي فيها أنا، والمسابقة الثالثة هي مسابقة أفضل حالة من ضمن البحوث مقدمة من دول عديدة في العالم اللي فازت فيها زميلتي المتألقة الدكتورة فاطمة خمدان. طبعا هاي المؤتمر واجد أضاف لنا الكثير، وهذه التجربة أثرت فينا الكثير، وإن شاء الله دائما نشارك في محافل كذي ونرفع اسم البحرين إن شاء الله يا رب. شلون لو تكلمينا عن طبيعة المنافسة هناك، خصوصا في مشاركين من جميع أنحاء العالم؟ إيه طبعا كانت المنافسة جدا شديدة، خصوصا أن في أطباء متميزين من عدة دول، خصوصا من دول الخليج العربي ومثل العراق السعودية الكويت، فكان جدا شيء
يساعد، ومفرح ان احنا قدرنا نفوز في ظل هذه المنافسة. اكيد بالطبع، واحنا كلنا سعداء بهذا المنجز. لو تشرحي لنا اكثر عن المشروع اللي تقدمتي فيه حضرتك وحصلتي على المركز الاول. المسابقة اللي أنا شاركت فيها هي مسابقة علم الأنسجة، كان عبارة عن السلايدات مالت علم الأنسجة المتخصصة في الأمراض الجلدية، وكنا نكتب التشخيص مالها. نعم. وبعدين اللي حصل على الأعلى درجة طبعا كان يفوز فيها. يعني بصراحة احنا جدا يعني يعجز لساننا عن شكركم بهذه الأمور، وهذه أصلا يزيد حتى الثقة بين احنا ك يعني متعاملين مع الطب الجلدية ومع الدكاترة. إذا نشوف أن مثلا مملكة البحرين والدكاترة اللي قائمين على هذا المجال قاعدين يحصلون هذه يعني يتجاوزون هذه الأمور في المسابقات العالمية ويحصلون على مراكز متقدمة. شكرا لك الدكتورة زينب المصلي، طبيب مقيم أول في قسم الأمراض الجلدية بمجمع السلمانية الطبي. في جلسة مجلس النواب اليوم تم طرح العديد من القضايا، لكن أغلبها تم تأجيلها بسبب عدم وجود المعنيين في الموضوع، مثل مناقشة تقرير الحساب الختامي الموحد للدولة للسنتين المالية المنتهية ديسمبر 2015، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقريرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015، وتقرير الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة. كلها هذه تم تأجيلها بسبب عدم تواجد المسؤولين من وزارة المالية خلال الجلسة. وبعد أيضا ناقش مجلس النواب في جلسة اليوم مشروع قانون تعديل أحكام قانون القضاء العسكري. هالمشروع يجيز للنائب العام بعد موافقة القضاء العسكري أن يحيل إلى هذا القضاء أي من الجنايات الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أو أي من الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي. أيضا ناقش الجرائم الواقعة في نطاق الأماكن الخاضعة لقوة الدفاع والحرس الوطني بما فيها السفن والطائرات والمباني والمعسكرات والمنشآت ومناطق التمركز والمناورات ومواقع العمليات. أيضا مشروع القانون يحتوي على كل الجرائم التي تقع على أموال أو ممتلكات أو معدات أو آليات. طبعا كل الجرائم التي ترتكب ضد منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني والجرائم التي تقع على المنشآت الحيوية أو الهامة أو المواكب الرسمية متى ما كان تأمينها أو حراستها تحت مسؤولية قوة الدفاع أو الحرس الوطني. وطبعا في الوقت اللي اختلف فيه النواب في رأيهم على المشروع بقانون بين أن لا يزال المشروع بحاجة للمزيد من الدراسة من كافة الجوانب، وبين أن هالتعديل ضروري وهام جدا لضمان مساهمته في حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية المتزايدة ويحافظ على سيادة الدولة ويساهم بعد في توسيع صلاحيات القضاء العسكري ويحفظ لمملكة البحرين مكانتها في تعزيز الحريات والحقوق. تم الموافقة على المشروع بقانون بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى. طبعا كل هذه الأمور مهمة جدا لما نتكلم عنها ويتكلم عنها مجلس النواب، هي حديث الشارع بالنسبة للإرهاب الحاصل اليوم في سواء في دولتنا في البحرين أو في غيرها من الدول العالمية، فلا بد من يعني تقنين أو زيادة عدد القوانين الخاصة بهذا الجانب اللي يهم الجميع ويحفظ أمن وأمان الوطن والمواطنين. فاصل وراجعين لكم. الكثير من المواقف اللي تمر علينا نلاحظ فيها ان بعض المؤسسات او الجمعيات لها حضور اعلامي كبير، لكن ما نشوف لها انجاز على ارض الواقع. تتكلم المؤسسه في كتيباتها عن رؤيه واهداف واستراتيجيات وخطط ومشاركه في المؤتمرات، لكن في الواقع كل دي يكون حبر على ورق بس. وهذا طبعا يتكرر مع بعض المؤسسات الرسميه اللي تسعى للشو ان صح التعبير بعيدا عن الانجاز. في المقابل نشوف في مجتمعاتنا من الأفراد والمؤسسات والجمعيات فيهم من يشتغل وينجز لكن بدون أي بروز إعلامي. لولا صدقت يا فواز، فعلا عندنا نماذج كثيرة تشتغل وتنجز بصمت، ومن بينها المبرة الخليفية وهي مؤسسة غير ربحية تأسست قبل 6 سنوات وتعمل على إحداث أثر اجتماعي وفي مجال التعليم، ودي الشيء من خلال تمكين الشباب
مشاركتهم في ورش أعمال وغيرها من المجالات اللي تساعد على تطوير إمكانياتهم العلمية والعملية. بالضبط. عشان نعرف أكثر خلنا نشوف هذا الفيديو ونرجع. نشوف الفيديو. نشوف الفيديو. الإنجاز يبدأ بحلم. والحلم يبدأ بخيال. وأينشتاين يقول الخيال أهم من المعرفة. الحلم ما يتحقق إلا بالعمل، والمبارة عطتنا هالفرصة. احنا في البداية يعني نعتز بشراكتنا مع مؤسسة المبارة الخليفية. احنا نتعاون معاهم حاليا تقريبا من 3 سنوات. هم مؤسسة تقدم خدمات مميزة وخدمات جليلة لأبناء المجتمع كافة، ومن خلال شراكتنا مع مؤسسة المبارة كان لنا دور في برامج مميزة بأمانة تقدمها المبارة، اللي هو برنامج إثراء الشباب. حلمي أني أصير صيدلانية. حلمي أصير طيار. حلمي أني أصير محامية. حلمي أني أكون ضابط في خفر السواحل. حلمي أني أصير مهندس بزراعة كيماويات. حلمي أنا إذا كبرت أصير رسامة. حلمي أصير مهندس كهرباء. حلمي أني أصير طبيب عام. حلمي أني أكون دكتورة جراحة قلب. أحلامنا راح نحولها الواقع، ونخلي لنا بصمة، ونحفر في الصخر حفرة. بتثمر جهودنا بحب وعطاء وإنسانية أهل البحرين. فيديو بسيط لخص لنا جزء من أعمال المبارة الخليفية، وعشان نعرف أكثر معنا ضيفتنا في الاستديو اليوم الأستاذة صبا سيادي، المدير التنفيذي في مؤسسة المبارة الخليفية. في البداية أستاذة صبا نحب نشكرك على تفضلك الحضور لنا، ولو تكلمينا بشكل موجز عن أهم البرامج اللي تقوم فيها المبارة الخليفية. أول شيء أحب أشكركم على الاستضافة ولتسليط الضوء على مؤسسة المبارة الخليفية وإنجازاتها. من أهم برامجنا، البرنامج الأول هو برنامج رايات لمنح الدراسية، وهو برنامج منح للدراسة للمنح الدراسية للجامعية جميل. في البحرين، منها جامعة البحرين وجامعة بوليتكنيك وجامعة الخليج العربي للطب. وطبعا نحاول نميز البرنامج أن احنا نعطي غير عن المنح، نعطيهم أشياء ثانية، أشياء تهيئهم لسوق العمل بعدين، ونشتغل على السوفت سكيلز والمهارات والأشياء اللي تساعدهم في أثناء الجامعة وبعد التخرج. فعندنا حالياً 139 طالب ما شاء الله حالياً يدرسون في الجامعات هذه، وعندنا 45 طالب أوريدي تخرجوا من الجامعة، وإن شاء الله نطمح أن احنا نزيد. والبرنامج الثاني هو برنامج إثراء الشباب، هو برنامج مدته 4 سنوات، يبتدي ناخذ الطلبه من عمر 13 سنه، البرنامج يعني اصغر للسن الناشئه، ونعطيهم مده 4 سنوات، كل سنه يكون ثيم معين، فكره معينه، قيم معينه، لمده 2 شهر تقريبا يكون البرنامج كل ويكند. وهذه الحين 2017 كانت اخر سنه للباتش اللي اخذناه في 2014. فنشوف مخرجات، اكيد راح نشوف الحمد مخرجات لله جميلة الحمد لله. البرنامج ابتدينا نشوف المخرجات ونشوف الفرق اللي صار في الطلبه اول ما اخذناهم والحين، طريقه كلامهم واسلوبهم وشرحهم. أكيد. انا برجع معك استاذه صبا يعني لبدايه التاسيس المبرة الخليفية. كلمينا عن التاسيس لهذه المبرة وهذا المشروع الهام. طبعا البدايه كانت لما قامت سمو الشيخ زين
بنت خالد الخليفة ومع أعضاء مجلس الأمناء بزيارة عدة مدن وقرى في مملكة البحرين. كانوا يسألونهم عن احتياجاتهم، فكان الجميع نفس الاحتياجات، التعليم، تعليم شبابنا. فقرروا أعضاء مجلس الأمناء أنهم يبتدون بعمل مؤسسي، أن يخلونا عمل مؤسسي. فابتدت المبرة في 2011. حلو. فالحين الحمد لله صار لنا 6 سنوات. حلو. طبعا كان من أهم أهداف المؤسسة إحداث أثر إيجابي في مجال التعليم وفي مجال تمكين الشباب. فأهم هدف كان التعليم، مثل ما قلنا حاولنا ان احنا يعني نتطرق له بالضبط بالضبط من خلال برنامج رايات للمنح الجامعية. يعني صراحة مشروع جدا رائد وفريد من نوعه، انه مو بس احتضنتوا المنح الدراسية وحطيتوها في شكل مؤسسي، وهذا يعتقد ان كثير من العوائل البحرينية بحاجة الى ان هي تحصل حق عيالها منحة في جامعات مرموقة مثل جامعة البحرين والبوليتكنيك والخليج العربي. صحيح. فيعني صراحة جزاكم الله خير على هذا العمل، واللي احلى من كذي بعد ان التدريب لمدته 4 سنوات للشباب، هذه فعلا انتم قاعدين تخلقون مواطن صالح بهذا التدريب. والتفرد اللي عندكم اعتقد انه هو صاير على 4 سنوات، يعني عاده احنا نشوف البرامج قصيره، يعني كورس او كورسين او محاضرتين او شهر بالضبط في الصيف وخلاص. فيعني صراحه نرفع لكم القبعه على هذه. سمعنا ان عندكم ملتقى راح يعقد نهايه الشهر، لو تخبرينا عن هذا الملتقى. الملتقى إن شاء الله بيكون تاريخ 22 أبريل. الملتقى برعاية كريمة من صاحب السمو الملك الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء. الملتقى اسمه أثر القيادة والريادة والتطوع في تنمية الشباب. جميل. طبعا هذه 3 محاور اللي راح يطرق لها الملتقى إن شاء الله. اخترناهم بعناية لأن طبعا القيادة الحين هالأيام ما حد يخفى عليه أهمية القيادة في كل المجالات. نعم. وإحنا كدور المبرة نحاول نصقل الشباب وقدراتهم ونمكنهم، فهذه من المحاور الأساسية اللي عندنا. وعندنا طبعا الريادة، نحاول نخلي الشباب نفتح الأفاق عندهم ونخليهم يشوفون شنو، يعني نراويهم أمثلة لرواد أعمال شباب مثلا عشان ياخذون من خبراتهم ويطبقون هذا الشيء. ما نبيهم يروحون في خلينا نقول الطريق المعتاد، يتخرجون وينتظرون الوظيفة. صحيح. نبيهم يروحهم يشوفون هم في شنو ممكن يبدعون ويبدعون على هالأساس. وطبعا 3 محور وهو أهم محور اللي قامت عليه مؤسسة المبرة الخليفية وهو الأعمال التطوعية. يعني أعضاء مجلس الأمناء بقيادة سمو الشيخ هزين لهم سنوات خبرة طويلة في مجال العمل التطوعي. فنحرص في المؤسسة أن احنا في كل البرامج اللي نقدمها يكون في عمل تطوعي في كل برنامج، سواء برنامج رايات أو برنامج إثراء الشباب. صحيح. طبعا في عندنا متحدثين من برا البحرين ومن داخل البحرين. سبقتينا في هذا الجانب. أيوة. لأن عنوان الملتقى جميل جدا. جدا. القيادة والريادة والتطوع. الجمع بينهم فواز. صحيح. جدا جدا يعني مهم. مهم. فلذلك لابد أن يكون المتحدث على مستوى عالي اللي بيتكلم عن هذه 3 محاور مهمة. نعم. كل محور بحاجة إلى جلسات عديدة ونقاشات أكثر. فمن المتحدثين في هذا الجانب؟ عندنا 11 متحدث. 11 متحدث. نعم، بيكون الملتقى لمدة يوم واحد. في متحدثين من داخل البحرين ومن برا البحرين. طبعا حاولنا ان احنا نجيب متحدثين شباب ومتحدثين لهم خبره في هذه المحاور 3. فبيكون مثلا عندنا سعاده الوزير معالي الوزير الشيخ خالد بن احمد ال خليفه وزير خارجيه، وعندنا سعاده السيد هشام الجودر وزير شؤون الشباب والرياضه، وعندنا بعد الدكتورة فاطمة البلوشي. جميل. وعندنا من خارج البحرين السيد خالد الخضير، يعني رائد أعمال شاب. وعندنا بعد السيد خالد العامري من الإمارات، وعندنا بعد من شباب البحرين مثلا خالد القعود، وعندنا أحمد جناحي، وعندنا أشواق بعالي للتطوع. نعم. وعندنا بعد من بيتنا بيتكم نورة علي. فيعني حاولنا ان احنا نجيب
متحدثين شباب ويعني يناسبون النخبة يعني النخبة وتنوع بينهم جدا جميل لأن فعلا نفس ما قلت فواز ونفس ما ذكرتي أستاذة صبا القيادة والريادة والتطوع تحتاج إلى يعني أيام وليس ملتقى ليوم واحد والجمع بينهم جدا جميل وفريد يعني إن شاء الله تكون مخرجات الملتقى بحجم توقعاتكم بإذن الله. إذن لو نتكلم أكثر عن اللي حاب يحضر هذا الملتقى شلون طريقة التسجيل؟ هل هي مجانية؟ هل أي شباب يقدر يحضرها؟ مثل كل البرامج اللي تقدمهم مؤسسة المبادرة الخليفية كلهم كل البرامج مجانية ونفس الشيء بيكون الملتقى. الملتقى عن طريق التسجيل الإلكتروني عن طريق صفحتنا الإلكترونية mksbh.org يقدرون يدخلون ويسجلون للملتقى ويسجلون شنو المحاضرات أو المناقشات اللي يبون يحضرونها لأن الموضوع الملتقى ما راح يكون مجرد يعني خلينا نقول طريقة one way communication بالعكس أكثر من أسلوب. في أكثر من أسلوب في ورش في نقاشات وفي محاضرات عشان نخلي الشباب يكون يتشجع وبيحصل النتائج في من عن طريق كذا شيء. الورش هذه تنمي روح الفريق الواحد في الشباب اكيد وما شاء الله بعد هم المدربين اللي مختارينهم من نخب المدربين بالضبط. انا اللي عجبني في كلام الاستاذه صبا لما قالت انه يعني تم تاسيس المبادره الخليفيه بناء على استبيان هذا الاستبيان تم في المدن وقرى الخاصه بمحافظات المملكه الاربع. هذا الاستبيان جميل جدا ولكن الشخص اللي يبي يدخل في هذه المبادره يبي يسجل ابنائه، الابناء يبون يسجلون قروا عنه بس ما بعرفين كيف يلتحقون بانشطه المبادره الخليفيه او حتى المنح الدراسيه بالضبط صح. بالضبط طبعا احنا المنح الدراسيه بعد التسجيل عن طريق الموقع الالكتروني جميل. أي أحد أي بحريني حق برنامج رايات أي بحريني متخرج بعلامة معدل 80% أو أعلى وكل الشروط طبعا موجودة على الموقع الإلكتروني يدخلون يعبون كل بياناتهم اللي من 13 سنة هذه كان في البرنامج الأول اللي حين خلص اتفقنا وتعاوننا مع وزارة التربية والتعليم نعم فهم رشحونا المدارس وصار في عملية اختيار بحيث ان احنا الفريق اللي عندنا راح المدارس وسوى لهم نوع من الاكتيفيتيز من الأنشطة واختارهم على هالأساس جدا جميل فيختارون مثلا الشباب اللي أو الطلبة اللي عندهم مشاكل معينة مو شرط يختارون أسرع واحد خلص أو بالعكس يختارون الناس اللي ممكن يساعدونهم وينمونهم أكثر وينمونهم يعني هو الهدف تنموي من المشروع أكيد جانب واحد بعد جدا أكثر من جانب جدا جميل لو رجعنا نتكلم أكثر عن أعداد المستفيدين ذكرتي أن أعداد المستفيدين 139 عندكم منحة لهم؟ لا احنا عدد المنح طلعنا تقريبا 200 منحة دراسية من البداية من 2011 إلى اليوم. اي نعم هو واضحين مثل ما هو واضحين على الشاشة. وعندنا عدد الطلبة الحاليين الحين في الجامعة 139 طالب في مختلف الجامعات اللي عددناهم. وعندنا بعد 45 متخرج حاليا منهم 2 أطباء. ما شاء الله ونسعى ان احنا نزيد ان شاء الله حلو جدا جميل يعني انت تترك اثر بالضبط. هذا بروحه قمه في العطاء وهم ما شاء الله من اهدافهم هي ترك اثر في المجتمع أكيد البحريني أكيد. واحلى الاثار هي التي من وراء التعليم ان تخلق مواطن صالح وتعطيه هذه السلاح اللي ممكن تخليه فعلا يطور في ديرته وينمي في بلده يعني هذه الاشياء احنا نعززها في الطلبه عندنا هل تعطونهم شروط عقب ما تعطونهم المنحة مثلاً أن أنت تشتغل في البحرين أو تشتغل في مكان معين؟ إحنا الهدف ما نحدهم على أي شيء ولا نطلب منهم أي شيء بالمقابل كل اللي تقدمه المبرة تقدمه للشباب البحريني ولتهيئتهم وتمكينهم عشان يوصلون لأعلى المستويات ويكونون الخيار الأفضل للتوظيف فهذه كلها من يعني تسعى في المبرة تكلمتي عن أكثر عن موضوع الريادة وقلتي أن أنتوا أصلاً بعد تحاولون تخلقون جيل من الشباب ما يفكر بطريقة تقليدية في وينتظر طابور العمل والتوظيف الطبيعي بل بالعكس تحاولون أن أنتم توفرون له أو تحتضنون لريادة الأعمال هل تفكرون في إنشاء حاضنات أو شيء يشبه مجمع ريادات أو حاليا ما فكرنا في هذا الشيء لأن حاليا تمكين أتوقع وبعد في بعض البنوك متخصصين في هذا الشيء فلحد الحين الفكرة يعني خلينا نقول الحالي ما عندنا الفكرة تعزيز هذا الجانب احنا نشجعهم نجيب لهم أمثلة نجيب لهم شباب يعطونهم محاضرات لأن احنا نلتقي وياهم كل شهر فنجيب لهم من الأمثلة لهم هم يستفيدون منها صحيح. ويطبقونها بعدين في حياتهم حلو
في تعاون اكيد هذا المجهود كبير لولو، لابد من تعاون مع جهات سواء قطاع عام او قطاع خاص، هل تتعاونون مع هذه الجهات؟ اكيد طبعا، احنا المبره هي مؤسسه غير ربحيه فلازم يكون في الشراكه المجتمعيه عشان المبره واي مؤسسه مثلها تقدر تنجح في اعمالها. فطبعا عندنا الحمد لله شراكه مجتمعيه بين الهيئات والشركات الخاصه والحكوميه، والحمد لله يقدمون لنا أما دعم مادي أو حتى معنوي أو حتى توفير أشياء ثانية مثل حتى قاعات، لأن إحنا الحين ما شاء الله الأعداد الطلبة تزيد فنحتاج أماكن ننفذ فيها برامجنا. نعم. فالحمد لله يعني مو مقصرين معنا، يعطونا كل يعني تفضل. لا أنا كان بس كنت بعقب على كلام الأستاذة صبا بالنسبة لهذا الجانب، جميل جدا تتعاون هذه الجهات سواء قطاعات حكومية أو قطاعات خاصة في هذه المشاريع اللي تخدم أبنائنا وتنشئ جيل جميل جدا محب للوطن والقيادة ويخدم ويقدم ويعطي ويعتمد على نفسه. صح. ما يعتمد على غيره ولا يدور وظيفة مثل ما قالت الأستاذة صبا. أكيد، ودام أن أنتم هدفكم أن أنتم تتركون أثر في المجتمع من خلال التعليم أو تنمية المهارات عند هذين الطلبة، هل قمتوا باستطلاعات أو قياس مدى الأثر اللي تركتوه على هذا الشباب، وخصوصا أن أنتم خرجتوا فوج كامل مدة 4 سنوات من التدريب؟ احنا الاثر الحمد لله الحين بعد ما خلص برنامج اثراء الشباب اللي قدرنا نوصل لتقريبا 420 شاب وشابه بحرينيين، شفنا الاثر بعيوننا. نعم. شفناهم لما كنا نروح مثلا نشوفهم في المحاضرات مثلا يحضرونها او في الجامعه نفسه. لا اتكلم عن الشباب الاصغر، عن الناشئه، عن الناشئه بالضبط. يعني اول ما اخذناهم كانوا يعني يستحون وما يتكلمون، الحين لما كنا نقابل أهلهم يقول لنا أنتوا إيش سويتوا فيهم؟ يعني بنتي كانت ساكتة ما تتكلم، الحين صارت جريئة وتتكلم وتحب تشارك في الأنشطة في المدرسة وخارج المدرسة. نعم. مثلا سوينا من البرامج اللي نطلب منهم يسوون الأعمال التطوعية، برنامج إثراء الشباب سووا نوع سوق خيري خلينا نقول، وكل الريع هذه اللي حصلوه كله راح حق الجمعيات حق الأطفال. حلو. مثلا مرضى السكر او اللي عندهم مرض السرطان او يعني من هذه الجمعيات، فشفت الفرحه في عيونهم، شفت شلون طريقتهم، شلون كانوا يحاولون يبيعون، شلون كانوا يتكلمون. فيعني بعد 4 سنوات ويا هذه الفئه حسينا بالفرق، شفناه بعيوننا. هاي نمي فيهم قدرات وايد حلوه تنعكس في المستقبل. جدا جميل. انا اللي عاجبني في الموضوع استاذه صبا هو فعلا ان انتم ما اخذتوا المدد القصيره في التدريب وتغيير السلوك، عاده تغيير السلوك يستغرق وقت طويل. أكيد. يعني يحتاج وقت طويل عشان تغير انسان سواء كان خجول او عنده قناعه معينه تغير، تحتاج الى فتره طويله. واعتقد ان انتم عملكم المنظم خلال 4 سنوات في تطوير ومدهم بالمهارات، أكيد أن هذين الشباب اللي عددهم كبير بعد 420 عدد كلش مقليل، أكيد راح يتركون حتى هم أثر على الأماكن اللي هم فيها. لكن هل راح تتابعونهم عقب هذه عقب 4 سنوات؟ طبعاً إحنا الحين هذه أول دفعة خلصت الحين ويانا، الحين هم تقريباً في الصف الثاني ثانوي، ما راح نهدهم، الحين راح نواصل وياهم إن شاء الله لحد ما الفكرة كانت أصلاً برنامج إثراء تهيئتهم لدخولهم في برنامج رايات. نعم. لدخولهم برنامج المنح طبعاً لما يعني توفر فيهم شروط البرنامج، فالحين هم بيكون يعني إن شاء الله بنواصل وياهم وبنكمل الكورسز والوركشوبس اللي نعطيهم عشان نهيئهم لبرنامج رايات. فبعد بتكمل السلسلة ما راح توقف إن شاء الله. موضوع رايات هل يشمل بس طلبة البكالوريوس ولا ممكن يدرسون اللي يبون يدرسون ماجستير ودكتورة؟ الحمد لله ابتدينا عندنا حاليا 3 طلبة يدرسون ماجستير ما شاء الله، وإن شاء الله بعد نحاول نزيد العدد. أعتقد عقب ما يسمعون هذه الفقرة ويدرون أن في تسجيل موجود على موقعكم المبرة الخليفية، كل شخص بحرين تتوافر في الشروط المذكورة في الموقع يقدر يقدم للانتفاع من برنامج ريادات اللي هو خاص بالبعث الدراسية أو المنح الجامعية. وكبع ما شاء الله عليهم المبرة الخليفية مو مقصرين، مو بس للبكالوريوس، في ماجستير، في دكتوراه، أي أحد وده يخدم هالديرة بعلمه يقدر أنه يدخل على موقعها وينتفع منه. أكيد أكيد. أنا بس ودي يعني أسأل سؤال ربما يكون الأخير إذا ما عندك سؤال للوه، يعني أنا بتكلم عن جانب الاطلاع على برامج الدول الثانية في هذا الجانب. نعم. للتطوير إذا أنتم. نعم. حابين يعني أكيد أنتم عندكم خطط للتطوير، فهل تطلعون. نعم. على تجارب؟ أكيد نطلع على تجاربهم، وإن شاء الله بيكون في تعاون بيننا وبين المؤسسات اللي في مع دول الخليج،
وإن شاء الله نطمح يعني نحن نستفيد من تجاربهم ونفيدهم من تجربتنا بعد. بالضبط، هذه ممتازة. يعني شفنا قبل كان في شباب من الإمارات موجودين في البحرين في زيارة البحرين، شباب من للعمل التطوعي قياديو 2020. بالضبط بالضبط. نعم. فهذا يعزز أصلا لما يسافر الناشئ يسافرون في هذه السفرات، يعزز فيهم روح أيضا التعاون أكثر. صح. والانطلاق أكثر في ويغير الكلام. من شخصيتهم. نعم. يعني إن شاء الله إحنا ناويين للسنة اللي خلينا نقول الخامسة من إثراء إن إحنا نوديهم نخليهم يسافرون برا عشان يصقل يعني شخصيتهم ومواهبهم. بالضبط، لأن هذه السفرة بتغير شخصيتهم، بتخليهم يعتمدون على نفسهم أكثر، وهذا الهدف من برنامج إثراء، أنهم يكونون في البداية يعتمدون على أهلهم وشوي شوي نخليهم معتمدين على نفسهم ولما يدخلون الجامعة. حتى معسكرات داخل البحرين بعد فكرة حلوة على ما أعتقد. إحنا نسوي يعني خلينا نقول تخييم، يعني شيء أصغر من المعسكر. حلو. يعني لمدة مثلا يباتون ليلة واحدة بس. حلو، يتعودون شوي. بالضبط. يتعودون على الاعتماد على نفسهم. يعني يكفي يا فواز أن هذا الموضوع كله تصير بجهود أيدي شابة بحرينية. بالضبط. تقدم الخير بالمجان. يعني مثل هذه المؤسسة المبرة الخليفية، إحنا ما نقدر نقول لكم إلا جزاكم الله خير على العمل الخيري اللي تقومون فيه، اللي فعلا قاعد يصب مباشرة وأثاره واضحة على المجتمع البحريني. لما تقولون أن أنتم عندكم 420 شخص دربتوهم لمدة 4 سنوات متواصلة، فإحنا نقول لكم شكرا. لما تقولون أن عندكم أكثر من 200 طالب درستوهم بالكامل منحة كاملة في أكثر الجامعات الرسمية في البحرين مثل جامعات البحرين وبوليتكنيك وجامعات الخليج العربي، والحين ضميتوا لهم الماجستير وإن شاء الله ينضمون لهم الدكتوراه، فإحنا ما نقدر نقول لكم إلا جزاكم الله خير. هذا اللي إحنا نرجي منكم، بالعكس نرجي حتى من القطاع الخاص وكل أيدي يعني البحرينيين الأيدي البيضاء اللي ما تقصر أن تضخ فلوسها في هذه الجهة اللي فعلًا قاعدة يعني نشوف أعمال الخير عندها بشكل واضح. وهذا اللي إحنا نرجو، حتى في فقراتنا السابقة تكلمنا عن أهمية أن مساهمة الشركات في المسؤولية الاجتماعية، وهذه وجه من أوجه المسؤولية الاجتماعية. وهذا الاستثمار اللي راح يفيد البحرين لما تستثمرين في الشباب وفي البحريني. أبناء الوطن. نعم. هذا الاستثمار اللي احنا بحثنا عنه. الأستاذة صبا يعني أو صبا بالأحرى، يعني الاسم جميل وغريب في نفس الوقت. ولازم يعني التشدد من الحركات. فالأستاذة صبا سيادي المدير التنفيذي في مؤسسة المبرة الخليفية، كل الشكر والتقدير لك وسعداء جدا بهذا الاستضافة ووجودك معنا اليوم. والحديث جميل عن المباراة الخليفية. جدا جميل، وشكرا، يعطيك الصحة والعافية. شكرا لكم. فاصل ونرجع إن شاء الله معكم. أكدت وزارة الصحة في تصريح سابق حرصها على رفض الطلبات المقدمة لها من قبل صالونات الحلاقة والتجميل لمزاولة خدمة الوشم، وبينت بأنها تنسق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لعدم إدراج هذه الخدمة سواء من فردة أو ضمن خدمات أخرى تقدمها الصالونات، ونوهت بتحذير منظمات دولية كمنظمة هيئة الأقضية والأدوية الأمريكية من استخدام الأحبار المستخدمة في عمليات الوشم لأنها أصلاً غير مصنعة لاستخدامها على جلد الإنسان، وقد تؤدي أصلاً في المستقبل إلى أمراض خطيرة، وأن أغلب من يزاولون هذه الخدمة يزاولونها بشكل شخصي ويروجون لها عن طريق استخدام وسائل الترويج الحديثة خارج المحلات المرخصة، وتم هذا الشيء بعيد عن المراقبة. خلنا نشوف معاكم هالتقرير ونرجع نواصل. هلو. هلو. هاي، شلونك؟ تمام. أنا اللي كلمتك أمس عن التاتو. عندك احد ممكن او تشوف ممكن انت وانت يعني ترسم له او تشوف الرسومات اللي عندك؟ شفته في الانستغرام. لا ابي اشوف الرسم رسم صجي. انت فين وين هيك؟ انا البنج اللي تستخدمه شنو؟ بنج. ايه ولا ما في بنج؟ اقول في كبيمات. ايه ما اثر ولا انا 5 دولار. اوكي انزين. وكم الاسعار؟
من 30 وطالع، يعني مثلا اذا بدي رسمه وايد عوده كم تطلع السعر؟ عندك الوان؟ عندك الالوان. زين اذا بايب معي صديقي يبي يرسم هني على كتفه كامل، هني نص الكتف دي كامل مع الذراع ان فرونت على الورق، كم؟ مشكله لازم اشوف الصوره كم يطلع؟ نفس ذا روك. نفس ذا روك؟ لا يعني وسط كذي. وين ايك انزين؟ اذا باكر ابي اي ارسم، وين ايك؟ انا الحين ساكن في الجمعه. اوكي تمام، انا بكلمك بكره في طلعتي على الجيم عشان امرك ونتفق ان شاء الله، اوكي؟ نرحب معاكم في ضيفنا بالدكتور القدير، اكيد الكل يعرفه، الاستاذ الدكتور حرب العمري استشاري الامراض الجلديه. يا هلا ويا مسهلا فيك دكتور. الله يحفظكم، شكرا على الاستضافه. يا مرحبا فيك دكتور، سعداء بوجودك جدا، ولكن غير سعداء بموضوع الوشم اللي منتشر اليوم. ما بنتكلم في البحرين، نتكلم في العالم بشكل اجمل. هذا صح، والقضيه معقده جدا، وهي عباره عن التأثير المجتمع على الناس. فإت إز كلتشرال، يعني نوع من الثقافة. ثقافة سلبية دكتور. فثقافة سلبية، وبصراحة يعني تكثر في المجتمعات اللي يأخذون مخدرات. ونوع من الرفض للمجتمع كله، وفي أشياء تسويها يعني للتسلية، مثلا بعض الناس سافر برا يسويها أو شيء. ولكن اكو اشياء فظيعه، يعني تعمل اشياء يعني تدل على دلاله انه الشخص اللي معاملها مو سوي في النفس. واللي يقبل مثلا اني هنا اذا تردون ارويكم شيء، يقعد يسوي تاتو في كل وجهه، فما معقوله واحد مثل هذا. لو الكاميرا بس اخذ لنا الصوره زو، منظر مقزز جدا، منظر مقزز طبعا. ويطلع الشخص هذا انه هذا كلتشر، وبعدين مو واحد واثنين، يعني عشرات الالاف يسوي تشويه للجسم، ويحط بعض مثل ما هذا الشخص حاط براسه حصو او حاط ببطنه ماربلز، يعني اشياء مثل مدوره. دكتور في علاقه بين الحاله النفسيه وبين الوجه؟ طبعا طبعا، هو عباره عن لو سيلف استيم، احتقار الذات ورافض للمجتمع. فمن يرفض المجتمع يكون يؤدي الى أنه يحتج بطريقة، لأنه مو كل أحد مثقف ويعرف يروح يتكلم ويعبر عن نفسه على الوضع اللي هو فيه، فيضطر يسوي حركات غريبة لرفض المجتمع، لأنه هو مدى يمشي مع المعزول عن المجتمع. نعم. هذه فيصير هو وجماعته كلهم يصيرون في هالبيئة هذه. صحيح. اثنين، دخلت الصحافة خاصة في الغرب مثلا، وانا كنت في نيوزيلندا اول الشهر هذا، يعني اول السنه هاي، كثير جدا يحط على وجهه مثل هذا. زين، منتشره هذه العادات، منتشره جدا. واما اللي على الجسم، اللي هو تحط على الجسم، يعني منتشره بشكل هائل، يعني اكثر من الوجه، يعني غير هذا. مناظر مقززه جدا، مناظر مزعجه، وبعدين تسوي مشاكل ضخمه. يعني مثلا وحده بنيه مثلا، اختار لك صوره مثلا، هذا هاي المرة قاعدة تسوي وشم، مرة مو صغيرة، ليست صغيرة السن، وكبيرة في السن، تصبغ شعرها، وهذه معناها في مشكلة ضخمة جدا عندها. نعم. يعني تحتاج أصلا صراحة علاج نفسي حتى يعرف السبب ليش يسوي. في أحد يسوي برجله بإيده يسوي. ثانيا، الوشم ليس نوع واحد، الوشم أنواع. يعني مثلا أكو كثير عندك هنا في البلد انه يجيبون نوع من الوشم اللي هو مؤقت. اي نعم. وهاي منتشره جدا. هذه نفس الحنه السوداء وكذا؟ بالضبط بالضبط. هو فيها اشياء اساءه بيها. هي تعتمد عليها الحنه السوداء، صح؟ ولكن مع الاسف بعض الاحيان يحطون بها حاجات ما هي صحيحه. نعم. مثلا الفحم اوكي يقبلناه، لان هذا موجود من ايام مليون سنه صار له. لكن يحطون بيها مثلا زيت محرك محروق،
زيت محركات سيارات ومستخدم محروق وكثرة جدا مستخدم. المشكلة ما تصير على أساس مؤقت، ما يصير مؤقت، ينقلب إلى دائم، يتحول إلى دائم، يفتح لونه ولكن جدا صعب تزيله. نعم. يعني حتى الليزر لما تستعمل عليه بصعوبة جدا تلاقيه، يعني أحيانا تضطر تستعمل أساليب قديمة قبل الليزر، وهي أسلوب الحك بواسطة هذا الزجاج اللي هو الورق الزجاجي اللي يصنفرون الحيطان اللي احنا نسميه بالعامي قرطاس شامل. صح صح صح. هذا يحكون في الجسم عشان يطلع لون. هاي اقدم طريقه لازاله الوشم في التاريخ. من يصير عليه تحكه الى ان تطلع الصبغه، طبعا تترك اثار سلبيه، وحتى بالليزر ايضا تترك اثار سلبيه. فهي المشكله مالتهم الاضافات اللي حطوها. وفي نوع ثالث اللي هو فلوريسنت، ينحط يلمع، يحطوه هم يحطوه الايدين المراهقين وما ادري شنو هذه. سمتايمز يحصل مشاكل فيه، يعني ما ادري اذا تريدون اتكلمك عليها اكثر. المشكله المواد المستعمله ليست عاديه، المكان المستعمله يعني مثلا اقول لك حاجه، مثلا عندك انا كنت اسوي مثلا شوي زهق العمليه فتركتها، عندك حالات بهاء كثيره جدا جدا جدا، فاستعمل اللي هو الوشم بواسطه يسموه مايكرو بيجمنتيشن. في جهاز خاص كلش هذا الوشم لعلاج بعض الحالات العلاجي المرضية. طبعا في علاجي. نعم في علاجي وفي تشوهات تصلحها. فالوشم العلاجي مثلا خاصه في البهاق اللي هو ايرون اوكسايد، حديد، هو براده الحديد، لكن مشكلته انه ما يبقى فتره طويله. يعني تاخذون براده الحديد لا هو مو براده الحديد هالشكل مدخلين عليها مصنعيها، بس هو جزء الماده من مكونات نفسها اللي موجوده بالحمره وموجوده بالمواد التجميل اسمها ايرون اوكسايد. اوكي. الايرون اوكسايد هي اللي تسوي الماده الحمراء، بس عندك انت اشياء ثانيه، رصاص ماده سامه يسوي اللون الاصفر، عندك الكادميوم يسوي الريد واورنج، عندك النيكل يسوي بلاك، الزنك يسوي يلو، كروميوم جرين يطلع، وبعدين عندك ألمنيوم جرين اند فايوليت وايرون، وحتى في بعض الاحيان يحطون انتيموني وارسينيك واللي هو الزرنيخ وبريليوم وسيلينيوم، يحطوها اشياء غريبه جدا ما تعرفين انت منه، لانه ماكو سيطره قويه على الشخص اللي يسوي الوشم. في ناس يسووها، مثلا انا من جيت قبل فتره طويله جدا للخليج، كان في تراديشن في الناس اللي في الشمال السعوديه يسوون وشم، وبالعراق ايضا يحطون وشم اللي هو البدائي، يحط صبغه خضراء لونها او هي مثلا فحم ينقلب لونه اخضر، ويسوون اشياء بسيطه يعني تحط في الوجه هنا دقه، يحط ما ادري شنو. اتس اوكي، مقبوله. الان ما كن راحت القضيه، يعني بدات تتلاشى بالتسعينات بس دكتور راحت هذه الامور وطلعت لنا امور مستحدثه مثل الوشم الحواجب وتاتو الحواجب وتاتو الشفايف. هل هذه بعد يندرج تحت الوشم؟ اي نعم، يندرج تحت الوشم عندك انت، بس في اشياء تو جاست يعني جاستيفاي، يعني اكو ثعلب عامه واقع كل الشعر مال الجسم. نعم. فيضطر الواحد يحط وشم على حواجب للعلاج. يعني دكتور للعلاج ما نختلف فيه، ولكن بعض البنات، يعني انا اقول بعض مو بالكل، خذ راحتك، بعض البنات جزاك الله خير، بعض البنات صراحه يلعبون في خلقتهم، اللي يحط له اللي يحط له وشم في الحواجب يبي يصغر يبي يكبر، الوشم في الشفايف يبي يكبر يبي يصغر الله اعلم، وغيرها من اللعب في الوجوه. هذه يعني يا جماعه يعني مثلا اقول لك الفواز يحطون يعني هذي يحطون كحل بالوشم، يحطون. هاي المشكله، هاي المشكله الضخمه اللي تواجهنا احنا في عمليه ازاله الوشم. دكتور هذه خبرهم هم الفتيات، قول لهم ترى هذه مضاره. لا انا قلت اقول بنات، لا كمرت اشر على كمرت الدكتور. انا ما اشر على لا الله يبعدك عن هذه الامور. صراحه بعض البنات اللي يعني بحاجه، البعض منهم بحاجه الى توجيه في هذا الجانب. دكتور اعتقد هذه دورك اليوم. أنا دائماً أقول يعني أنا شخصياً صراحةً ضد الوشم نهائياً طول الخط من الأول للآخر، يعني ما تحتاجي، يعني مثلاً عنده بهق أوكي عملنا بالله، واحدة بنت سمرة وتسوي للشفة ماكرو درما بريشن أوكي، ماكرو درما بيجمنتيشن أوكي فاين، لكن أن تجي تسوين مثلاً هاي مثلاً هاي شنو هذا ردفتهم، يعني how much they paid أنهم يعملون هالشي هذا. نعم. اثنين الصبغة الحمراء في هاي في هاي هذه حتزول بان سكرت تتشوه الفكره، يتشوه يعني انت، وبعدين ازالته ما تصير ايفن. يعني هسه الان اقول لك حاجه، مثلا
عندك شيء ثاني تنزال القضية مثلا، لكن تترك أثر، يعني تترك أثر سيء جدا أحيانا. حروق نتيجة إزالة الوشم بالليزر، والليزر طبعا نسوي دكاترة مو قليلين، وده نعرف شو نسوي وندري شو نسوي. هاي صورتين مختلفتين تظهر حالتين يعني. إيه حالتين متشوهات نتيجة يونيك دكتور وايد حالات يزيلون الوشم؟ أنا ما أعتقد في كثير، لا. كانت في التسعينات الناس اللي قلت لك كلمتك عليهم اللي هم كانوا زمان يسوون الكبار في السن، يعني now they are in the 50s 60s كانوا يسووها، كان موجود كمية هائلة يعني. وكانت يعني في السعودية كانت ليزر يشتغل، يعني يشتغل. الآن الدروب نازل اثنين لأسباب كثيرة مجتمعية قلت جدا، بس في بعض الناس سافرون برا ويتأثر، هي قاعدة في مجتمع انت تتأثر، فيقعد يحط له على كتفه على ظهره على وجهه على جسمه، والأغلب على الجسم يعني. معنا على الخط أستاذ خالد ربيع مدير إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. مرحبا فيك أستاذ خالد. يا هلا فيك أختي، الله يسلمك. والله أستاذ خالد تمنيناك معنا في الاستديو. يا هلا فيك، تفضلي. الله يخليك. في الوقت اللي كل الأنظمة والقوانين المعمول يعني بها في مملكة البحرين وتجرمون فعلا، والقانون يجرم التعامل مع الوشم والتاتو وغيرها من هالأدوات، إلا أن هي ما زالت منتشرة بشكل كبير وللأسف معلن، شنو تفسيرك؟ وين الخلل؟ هو أول شيء خلينا ننظر لها، يعني بحكم إحنا في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ننظر لها كنشاط تجاري. الوشم ما موجود سجل تجاري ولا موجود أي نشاط بهذه التسمية، يعني ما حد يقدر يتقدم لأخذ ممارسة الوشم في البحرين. نعم. ولكن هي كظاهرة، طبعاً ظاهرة هي منتشرة في الدول أو في المجتمعات غير العربية أو بالأحرى غير الخليجية. نعم. إنزين يعني طبعاً أضرارها أتصور أنا، يعني مساء يمكن يمكن كانت عندكم الدكتورة زينب مثل الأمراض الجلدية. نعم. يعني الوشم لما يخلي على الجسم هو راح يفقد طبقة الجلد اللي يعني تعطي حماية حق الجلد من أي فيروسات. إضافة إلى ذلك كظاهرة اجتماعية نلاحظ أن احنا كثير من الظواهر الاجتماعية المنتشرة في الدول الغربية اللي هي تأسست من أجل رفض السائد في المجتمع. نعم. يعبرون عن نفسهم برسم الوشم على جسمهم. نعم. فين مثلا عبدة الشيطان، ين الهيبيز، ين البانجز، ين كثير من المظاهر. بالفعل هذا شيء تبين الدكتور أن هاي حال نفسية. أيوة للأسف أن احنا كمجتمعات عربية دائما نتأثر بهذه الثقافات ونتأثر بهذه الأطباع للأسف. الآن شو اللي صار الآن أختي؟ اليوم المشاهير في مجال الرياضة، في مجال الغناء، في مجال الرسم، في مجال يعني التمثيل دائما كمال أجسام، تشوفينهم هذا للمشاهير اللي الشباب ينظرون لهم دائما عليهم وشم. نعم. فلذلك تجد مثلا لاعب السلة يعني صغير بحريني يشوف هذا المال الـ NBA كله عليهم وشم، يروح يسوي له في جسمه في جزء معين دون أن يدرك مخاطره. نعم. باعتباره قدوة يعني. نعم بالضبط. وثاني ثالث شيء قد تكون هناك يعني إيحاءات، قد تكون إيحاءات يمكن لها العلاقة بشيء روحاني، ظواهر قد تكون يعني خطرة، لأن نوع الوشم في وشم يخلونا وراء الإذن. نعم. وطبعاً تشوفين مثلاً كثير من الناس نفس الوشم صغير رسمة معينة كأنها دلالة على انتماء إلى جروب معين، جماعة معينة أو جماعة معينة. طبعاً هذه يمكن لأنك ما شاء الله عليك أستاذ خالد ملم بالموضوع. يعني أنا اليوم يعني تفاجأت الساعة آخر الوقت قالوا لي عندك مقابلة، ولذلك أنا كنت مهتم من فترة سابقة. نعم. في هذا الوشم لأن أنا عندي أبناء رياضيين ويلعبون سلة. الله يحفظهم لك إن شاء الله. أيوة ويلعبون قدم، فكنت دائما يعني أحطهم أمام وقائع، أمام شيء يعني يكون ما يتأثر بزميل لا سافر تايلاند أو سافر أي مكان.
نعم. حاط له وشم وياه. نعم. استاذ خالد، اذا نرجع مره ثانيه حق دوركم في وزاره التجاره بموضوع الرقابه، احنا نشوف انه فعلا في اعلانات منشوره يعني وبكل شفافيه، موجوده في الشوارع، موجوده في الانستغرام، نفس اللي في التقرير عندنا، تقدر تتصل حق اي شخص وتساله ترى كم سعر الوشم ويجاوبك. احنا ما اكيد دائما احنا قلنا ان السجل ما عندنا اصلا سجل تحت هذه الخدمه، وهذه الخدمه ممنوعه في البحرين، لكن نعم. انتم دوركم كرقابه في هذا الموضوع شو تسوون؟ احنا شوفي، احنا دورنا كرقابه هي عندنا، احنا يعني لا نملك السلطه ان نروح مثلا نسوي تفتيش على كل محل في البحرين، سواء لا علاقه بالسجل التجاري او ما لا علاقه. نعم. احياء سكنيه، بيوت، حسابات الانستغرام، انت وين تحصلينها؟ من له؟ بس انا اقول اي شخص يعني يصل الى علمه ان هناك محل معين يسوي هذا الوشم، لا يتردد انه هو يبلغنا، وراح مباشره نتخذ اجراءات القانونيه ضده. بالفعل، لان احنا يعني امام يعني عمل يومي، عمل مبرمج منظم في عملية التفتيش والرقابة. نعم. لكن لابد أن هناك يعني على الأقل إذا شيء غير معلوم أو غير معروف، لابد أن شخص مثلا والله يدلنا ترى جماعة الخير في هذا المحل يسوي. في حالة أن أنتم في عملية التفتيش اللي تقومون بها، لاحظتوا أن في بعض المحلات تتعامل بالرسم بالتاتو، هل تأخذون إجراءات وشنو هي الإجراءات اللي تأخذونها؟ هو شوفي، إذا شفنا مثلا المحل يستخدم هذا الوشم مباشرة، يعني نحضر صاحب المحل وناخذ عليه تعهد بمحضر رسمي انه هو يتوقف. نعم. زين، ونقعد نراقبه، واذا استمر مباشرة نبند محله ونرسله الى النيابة. نعم، مشكور استاذ خالد على هذا التوضيح. مشكور على هذا التوضيح، وفعلا احنا نتمنى ان اي شخص يدري ان او يلاحظ ان في محل يتعامل بهذا الموضوع، او حتى حساب على الانستغرام او غيرها، يقدر انه هو يبلغ السجل التجاري. شكرا استاذ خالد على هذا الموضوع، على يعني الاهتمام والدعم والمتابعه. بس انا اللي استغرب منه في بعض المواقع التواصل الاجتماعي موجود الاعلانات واضحه، يعني ما يحتاج حتى واحد يروح يبلغ يا جماعه شوفوا الموقع. في أجهزة رصد ومتابعة من قبل مختلف الوزارات التابعة، المفروض أن هذه تتابع الموضوع دكتور، وتتابع وتوقف هذه الظاهرة إن وجدت. ما بنسميها ظاهرة، لكن موجودة حالات كثيرة تلجأ للوشم. أغلب الحالات برا معمولة. برا في نقطة واللي قالها الأخ الآن. خالد. في الأخ خالد يراد له تشريعات. أنت ما تقدر تهجم على مكان وتقول لهم لا تسوي كذا زين، ليش سويتها؟ يراد تشريعات. تنظيمها للعملية. لا، في بعض الأمور مخالفة للقانون، ما وجد قانون أصلاً لإنشائها، فهي مخالفة للقانون، فمو محتاج لتشريع تمنعها أصلاً. المشكلة الأساسية في الوشم في نوعين، أكو بروفيشنال اللي هو المحترف، يجيبون أجهزة مع غالية صراحة. هذه ممنوعة أصلاً. هذه أصلاً. أغلب اللي موجودين اللي يسووها باليدوية، الأسلوب القديم جداً. نعم. اللي هو. اللي بالإبرة. يس بالإبر، ويحط الصبغة. المشكلة مثل ما قلت لك، الصبغات غير معروفة. زين، شنو هي الصبغة؟ زين، ايش قد درجة التعقيم مال الصبغة؟ اثنين، ان هم متى، لانه بيحصل نوبات، يحصل انه بنحاول نشيلها ما تعرف عمق وين نازلة. بالضبط. اكو في خلايا اسمها هيستوسايت تاخذ اللون، وحصلت مشاكل، يعني مو لعبة. في اكو ريبورتد حالة شالوا بالليزر، شالت بالليزر، وهي حاله مجله، يعني مجله علميه مخصصه. فالصبغه انفجرت من الخلايا الهيستوسايت، نزلت الى الدم، ونزلت بالخلايا بالغدد الليمفاويه. ففي يوم هي راحت تسوي اشعه، فبين اكو هذا اشياء تلمع داخل التصبغات، فراحوا شالوا لها الرحم. وبعدين لما ودوا للباثولوجي يعني الفحص هذا، طلع تصبغات مع التاتو اللي شالتها من جسمها. هاي اثاره. فاثاره، فبتحصل اشياء ما تخطر بالبال. دكتور، كانك وانت تقول ان لازم الواحد يتاكد من نوع الصبغه ويتاكد من هذه الامور، كانك انت قاعد تروج لهذا الجانب. احنا نقول حتى لو متاكد، لا لا لا، لازم نوضح للمشاهد، انت لو متاكد اريد اخوف الناس منها انه ما يروحون بهالقضيه هذه، وليس الترويج لها. بالضبط. انت ما عندك احد هنا، عندك دينيا مرفوضه 100%، وفي السعوديه جدا يرافضيها 100%، ولهذا راحت تقريبا، انعدمت العمليه في السعوديه. بس بعض الشباب يروح برا يتاثر
مثل ما قال الأستاذ خالد يتأثر بالتايلند يروح مثلا قلة الوازع يروح لأمريكا كلها بس وليست ترويج لها أنا ضدها ولأنها يعني تشويه لهذا وما تفيد شنو يعني حاجة تضحك بصراحة صحيح حتى التجميل دكتور للفتيات احنا نقول في هذا الجانب التجميل أو الزينة اللي تقوم على الغش والتدليس والخداع هذه أصلا بعد مرفوضة ومحرمة أصلا جداً هذه جداً يعتبر غش وهذه اعتقد يدخل في الغش التجاري دكتوره اي ياخذها ياخذها يتوقع حواجبه وعقب تطلع حواجبه يطلع تاتو لا مشكله دكتور انت حالات من النوع إذا يعني هل تعرضت دكتور لمواقف انه يولك بنات احنا ما بنتكلم بس عن التاتو الملون على الجسم يولك بنات عندهم مثلا بعض الامراض الجلديه الناتجه عن استخدام تاتو سواء لتحديد الشفايف او للوجه اكيد بيحصل اكثر حاله تحصل نعم هي اللي سموها الاكزيما التلامسيه يعني مثلا عندك هاي الصوره تسبب اكزيما دكتور اكزيما شنو معناها معناها تطلع فقاعات من داخل الجلد نتيجه الجسم رافض الماده فهذه بنتسويها تعال تشيليها ما تنشال صعبه جدا وتاخذ وقت والتهاب يصير مزمن نعم فموجوده هاي حالات كثيره يعني. هاي دكتور نتيجه حنه ولا وشم هذا وشم مش حنه بس بالحنه بتحصل ايضا بعد بالحنه دكتور تتكلم عن تاثر الجلد ماذا عن تاثر الدم يتاثر الدم بسبب مثل ما قلت لك اي مثل ما قلت لك اني انها ممكن تنتقل الكريات اللي خاصه المعادن اللي ذكرت لك اياها ممكن تمشي في الدم وتنزل في أعضاء ثانية في ما تبين لأنه ماكو دراسة عليها حقيقة قوية ولكن في تطلع يعني تقارير متفرقة عن الموضوع أنه مثل هالحالة مع هاي صارت عندها هيستركتومي فبتحصل أشياء مثل هالأشياء الغريبة ترسب بالعين ترسب بالكبد ترسب بالبنكرياس في ترسبات لها بس يعني تحصل حالات بها لأن ماكو دراسة أكاديمية على الوشم هالشكل اثنين أكو وراء ناس الوشم وراء ناس يعني افتحي مجلة من هذولا مع مريد نقولها الأسماء الأجنبية في لسبب ما أدري أنا يعني ما أعرف كلتشرال سياسي لسبب آخر يروجون له القضية هاي عملية الوشم عملية الوشم على أنها فاشن يعني أن هذا موضة ويطلع لك بالمجلة مقابلات مع اللي يسوي الوشم ويطلعوا ستار عليه ودقرين يو كان فايند على يوتيوب وتشوف فيها يعني يروجون لها في وراها بزنس ايضا نعم. وهذا السبب لكن عندنا ماكو كثير جدا قليل عندنا هل في علاقه او دراسات بينت ان العلاقه بين الوشم والامراض السرطانات الجلديه هل في علاقه او ما في علاقه او بعض الامراض الخطيره الجلديه شوفي نظريا ممكن لما يحط لك واحد يحط لك كروميوم وارسينيك يحط لك على الجلد طبعا ممكن يسوي سرطانات جلديه وحصل انه تطلع على الوشم يطلع سرطانات جلديه نعم. لكن نادره مو كثيره هي الفكره كلها غلط يعني زين مو هذه مرض الالتهاب الكبد الوبائي نعم. هل المكان معقم وين مسوي المكان العمليه انت تسوي العمليه موجوده في يراد لها تعقيم خاص يراد لها شغل خاص ما هي فالعمليه مرفوضه نهائيا واصلا دينيا مرفوضه ومجتمعيا عندنا مرفوضه نهائيا احنا ما نختلف دكتور على عمليه الرفض رفض قاطع وتام بالنسبه للامور الدينيه وبالنسبه للوازع الديني وغيرها من الامور الاجتماعيه والتقليديه اللي موجوده لكن احنا نتكلم اليوم لمن يحاول ان يستخدم الوشم قاعد نحذره اذا ما الوازع الديني ما رجعك خلي يرجعك على الاقل خوفك على صحتك صح يسبب صح. حتى الايدز دكتور يعني الابر المستخدمه احيانا بالضبط. من شخص الى شخص اخر بالضبط هذا لكن الايدز الان كلش قليل يعني السيطره عليه انما التهاب الكبد الوبائي موجود مليان العالم التهاب الكبد الوبائي من بصوره اندمك يعني نازل في عند الناس خاصه سي مثلا ما يدري يصير به التهاب كبد وبائي ما يحس ويصير مشاكل بعدين وياه ورا الفتره يصير عليه نعم فطبعا الفكره مرفوضه والحمد لله الشباب مو يعني ليس ما تريد نبالغ بالقضيه الاغلب الناس دا تسويها برا قليل هنا تتسوى واغلب اللي يسووها في قضايا يعني مثل ما قلت انت في مكانات اعلانات في الانستغرام او مكانات تحت في السلم قولت المصريين يعني طبعا مخفيه لان يدرون انه غير مخالف وغير قانوني احيانا لولو يعني انت محتاج تبلغين نوعا ما في القضيه لان اليوم في ظل العولمه الموجوده وظل المتابعه للمشاهير مثل ما قال الدكتور وقال اخونا خالد نعم كلنا لنا محبين
سواء في مجال كرة القدم، في الألعاب الرياضية، في مجال الفن، في غيرها من المجالات. نعم. فالواحد لما يتابع ممثل مشهور، يتابع مغني مشهور، يتابع لاعب رياضي مشهور، تلاقينا يندمج معه. شنو يسوي؟ يقلده في حركاته، في أموره. صحيح. لو ما كانت ظاهرة دكتور، يصير له برين ووش. بالضبط. صحيح. لابد من تحارب هذه الظاهرة قبل لا تدخل عندك، قبل لا يتأثر فيها أبنائنا وشبابنا. نعم. ضخم الموضوع. نعم، مو موجود عندك. نعم، لكن ضخم الموضوع. اللي مو بخايف يخاف. صحيح. اللي ما ارتدع يرتدع. صح. من اليوم. صح. ورايح حتى ولي الامر ينتبه حق ابنه، يتابع اذا كان يكتب بالقلم، ترى تبتدي بدايتها مع الصغار بالاقلام، يحط له الحروف، يحط له الرسومات في يده، تتنمى هاي. ما بقول موهبه، تتنمى هذه العاده السيئه قليله الادب ان صح التعبير. هي نفس ما قلت، هي محاكاه. هو يشوف القدوه المصارع الفلاني. صحيح. اللي هو يحبه ويشوفها رمز للقوه. صح. مثل غيرها من المنتجات. انا اتوقع انه حتى اعلاميا يجب يعني التقليل من ظهور الفنانين او الابطال اللي يحملون الوشم. نفسها نفس عمليه التدخين اللي مثلا منعت انها هي تطلع على في الاعلانات بشكل رسمي او في الافلام. اتوقع ان هذه بعد لا تطلع عشان يصير في محاكاه لها. بس مع الاسف موجوده في الغرب طالعه. نعم. يعني مجلات موجوده، راجعيها. نعم. تشوفيها في ترويج لها. نعم. في لها سوق. عندنا احنا مرفوضه، لكن هي الحمد ترويج. لله. هم لو يدرون وين بدا الوشم، الوشم بدايته مع الحيوانات دكتور. بدا وشم الحيوانات عشان معرفه او تفريق ما بين حيوانات الراعي الفلاني او المؤسسه الفلانيه عن المؤسسه الثانيه. انتقل الوشم تاريخيا من الحيوان الى الانسان، والانسان بدا يستعمل هذا الوشم. وهي اكتشفها بالصدفه. هي كاد مثلا عندك انت حالات تحصل، احيانا تجي اطفال يلعبون قلم رصاص يضرب الولد الصغير فيصير مثل الوشم، يطلع رصاص. يطلع وشم اخضر اللي عليه. صح. فهو الانسان اكتشفها بالصدفه، مو بس الحيوان. هو اكتشفها وبعدين سواها على الحيوانات. بعدين سواها على الحيوانات. هو اكتشفها شوي شوي وقام ينقش نفسه ويحط عليه ديكورات، وصارت القبيله الفلانيه تحط كذا وكذا. بس هاي قديمه كلها. بس الوشم بالحيوانات كان عن طريق الكي. موجود الكي. كان الكي هذا حاجه ثانيه مختلفه. أي. لكن هو يعتبر احنا ما نبي نرجع احنا بحضاراتنا هذه حق الازمنه القديمه اللي كان سنة. بالضبط. اللي كان فيها يعني الانسان محدود حتى من كل النواحي. واحنا نتمنى فعلا ان فعلا يكون عندنا جيل واعي لخطوره الوشم، وللبنات بعد خصوصا ظهور امور جديده في عالم الوشم. هذه النقطه ترى اللي وقف عندها، من اكثر في الوشم، ذكور ولا اناث دكتور؟ صراحه انا ما عندي احصائيه علميه لازم عشان ما نظلم كل بنات وبنات. نقول اكثر ولد صراحه. الاولاد اكثر. الاولاد أكثر. الذكور اكثر. شفتوا؟ الحمد لله برئين يعني منها. هذا الذكور مو بتجميليه. انت شفتي الذكور؟ يعني انا شفت يمكن بعضهم يطلق عليهم عبده الشيطان الله يبعدنا عنهم. لا هذول موجودين في امريكا. اللي يحطون لهم داخل هذه شنو دكتور؟ هاي غير عن الوشم، في جزء داخل يتركب ما بين الجلد. مثل ما وريتك الصوره هاي الاولى. اي بالضبط. هذه شلون؟ يحط خرز. خرز. يحط خرز ايمان على اساس انه هو شيطان يعني. يسوي لك قرنين. ما يتفاعل مع جسمه مع هاي الامور؟ ما يتفاعل. اذا حطه يجيب له خرز ما تتفاعل. يعني سيلاستيك يسموها. الدكتور لا تهون الموضوع. يتفاعل ويأثر بأجسمه. يتفاعل. لا اللي يتفاعل الوشم يتفاعل. لكن هذه ممكن. بس التأثيرات هذه خطرة بعد ولا ما له دكتور؟ يعني هذا واحد يعبد الشيطان. هي هكو واحد يعني يات على التأثيرات. هم أخاف من الله بيخاف من التأثيرات. ويسوون عندهم كنيسة، وما نريد نخش في موضوع ثاني. بالضبط. بس عندهم كنيسة، عندهم كلتشر كامل. دكتور شنو أغرب حالة صادفتك بموضوع الوشم في العيادة؟ والله لا أكثر الحالة في حروق. نعم. صارت حروق يعني صارت مو من وشم يعني من اللي هو اللي يسووه مال العرس الحنه السوداء. نعم. اللي يحطون بها الزيت المحروق. نعم. فينحرق الرجل، صارت سكار يعني. صوره كان اقدر اسوي لكم اياها. صوره صارت قرحه قويه وما راحت. بقت صارت تشويه. اي تشويه بقت. مكينه. نعم. السياره تتاثر بالزيت المحروق، فما بالك بجسم الانسان. هي ما ادري في بلد معين يسووه. لاحظ لانه تبقى فتره طويله ويطلع ارخص بدل ما يدفع فلوس فيسويها تبقى فتره طويله. بس معناتها صح اذا كانت الدول تستخدمها. ادري بتحدث هو هذا الوضع. الوضع هو هذا هالشكل. وبعدين ما موجود يحصل. نعم. يحصل بعض الاحيان. صحيح ان في بعض عمليات الوشم ما تزال الا بماء النار. لا 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 ماء النار ما طلع. هاي يجوز قبل من مليون سنه كان. لكن الان ما تنزل. تنزل بليزر. عندك ليزرات راقيه، الروبي مثلا، ليزر الكيو سويتش روبي. يشيله بس المشكله احنا جماعتنا سمر.
لونهم. اي لون البشره. آه فلما تشيل انت تريد تشيل الوشم، الجلد الخارجي اللي هو طبقه الدم الخارجيه تنحرق ويا هذا، فيصير ندب يعني ما يتروح. يعني مو مثل وحده شقره عينها زرق مثلا تصير وايت كلش، ما عندها صبغه، فتنزل انت على الصبغه مال الوشم تفتتها. لكن المشكله الاساسيه انه كل ما يزيد اسمر ازايد يصير المشاكل أسوأ بعد من العلاج. مشاكل أسوأ وصعوبة بعد الإزالة. صحيح، وأحيانا ما تنزل. يعني بعدين مكلفة، مو لعبة هي. مكلفة. روبي طبعاً روبي ثمنها غالي جداً. وبعدين مو جلسة واحدة لازم اللي يشيلها، ثاني اللي يشيلها يعني إذا كان بوجهها مثلاً لازم يشيلها. لازم يفكر في أشياء أنه الإكسبكتيشن مالته، التوقعات مالته ما هي هايلة. انت عندك الاحمر ينشال، لكن من تجي انت على الـ 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 اللون الازرق يبقى فتره طويله، ما صعبه صعوبه جدا تشيله. تختلف درجات الالوان دكتور بعد ما تتم عمليه الازاله؟ تختلف، لانه تحط انت الاوكرا اللي هي الاكسجين الحديد اللي هو الاكسجين فلس اوكسايد، يروح هو يذوب يعني مو بسرعة، بس في عندك الثانية اللي هي المعادن الثانية ما تذوب بسهولة تبقى، فتجي تلاقي أنت شلت الألوان اللي أبيض والأحمر والهاي، وتبقى الألوان الغامقة موجودة، فظل تحرق بها، بعدين تزود الليزر يحترق الجلد ويترك ندبة حرق. وثانيا في مشكلة تصير البهق، عندك البهق يعني انت تجي تشيل الصبغه زين، وعندي صوره يمكن هنا، ومن تشيل الصبغه انت شلتها للصبغه كلها ينتهي بالنهايه انها مثل هاي الحاله، هذه مثلا هاي الحاله انتهى انه شال اللون مال الشخص، راحت اللون ماله كليته، صار بهق الوجه، يعني شال اللون، تخفت اللون، شالت الصبغات الاصليه عندها فصار لونه غير، اللون الاصلي انشال وياه. نعم. تغير لون الجلد بيحصل، ما كومبليكيشن، ما هي سهله، اولا غاليه جدا ازالتها، وبعدين لازم مو من 3 إلى 7 جلسات على الاقل تسويها في فترات من شهر الى شهر ونص او الى شهرين احيانا لما ينحرق زايد، ومكلفه يعني. نعم. اكسبنسيف يعني غاليه جدا، غاليه جدا. يعني الروب يكلف مبلغ، يعني لو تاخذ 1500 دينار يخش له كل جلسه، الجلسه الى 2000 دينار الى ما يسوى والله، وغير خلقه تربى لو نروحه ما ادري ايش له يعني. حطها وتورط، فاليوم يمكن حد ضحك عليه ولا صديقته ولا او غير رايه. هو ما يقدر يمشي بالمجتمع، شلون تمشي؟ نعم. بعد يمشي شكل قدام الناس شنو؟ نعم. هاي تلاحظين فيعني الحمد لله احنا بعيدين عن هذا، لان احس انه يعني احنا اكثر تعقل. اي طبعا ما حد بيروح يصبغ وجهه بالوان او بيحط هذه الامور. العرب بصوره عامه شعب محافظ، الله كرمنا بنعمه الاسلام يا دكتور، ولا احنا لو يعني نحط مثل هذه بالله عليك، يعني هل نشوفها في المجتمعات الغربيه البعيده كل البعد عن الاديان السماويه؟ انت مثل ما قلت احنا لازم نحاربها، ما نخليها تجي، نحاربها خير. نعم. شر. انتم زين سويتوا، الله يحفظكم، اكسلنت، ويل دان يعني. الله يعطيك الصحه دكتور، مشكور وما قصرت. دكتور حارب العمري استشاري امراض الجلديه، الف شكر لك على هذا التوضيح، وفعلا فواز يعني احنا الله كرمنا بالاسلام. أيوة. عشان كذي يعني الحمد لله مجتمعاتنا ان شاء الله تكون بعيده كل البعد. آمين. عن هذه الظواهر الدخيله علينا. ونشكر طبعا الدكتور حرب على توضيحه لهذه الامور المهمه جدا وخطوره عمليه الوشم، وان شاء الله الكل يبتعد عنه ولا نشوف هذه الظاهره ولا نشوف هذه الحالات حتى لو كانت فرديه في ديرتنا وفي خليجنا العربي وفي دولنا العربيه. يا للو. ان شاء الله، ويا ليت يعني اللي يعرف اي اشخاص يقومون بهذه العمليه نفس ما قال لكم استاذ خالد من وزاره التجاره، هم مستعدين انهم يحاربون ويكافحون هذه الظاهره اللي مو من السهل ان احنا نعرف اماكنهم لانهم غير مرخصين اصلا. فاللي يعرف اي اماكن ويبي يساهم اصلا في القضاء على هذه الظاهره لازم يتعاون بعد مع هذه الجهه اللي هي وزاره التجاره. بلغوا ولا تخلون بلغوا، لو تشوفون واحد في الشارع يمشي بلغوا عليه بعده. اي بعد وشم هاي مو عندنا. يعطيكم العافيه، تصبحون على خير. مع السلامه. تصبحون على خير.